السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن نقدم لكم آخر خبر. بعد التمشيطات الكبيرة هنا في جبال العنصر ولاية جيجل، وزارة الدفاع أعلنت عن القطاع الإرهابي هذا اللي التحق سنة 1994، يعني قديم، ومكنت العملية من القبض القضاء عليه، و يسمى زرقان حسن ويكن بأبو الدحداح. هذا الإرهابي التحق سنة 1994، ها كيف العملية مكنت من استرجاع مسدس رشاشة من نوع كلاشينكوف. إذن الحمد لله العملية تسمح هذوك كما يقولوا رؤوس من رؤوس الأفعى كما يقولوا، راهم كاع التحقوا في أوائل التسعينات، يعني كما يقول حركتهم يظهر لي اللوبيات تاع المخزن. إن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ومتنسوناش لايك و شكرا.